السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على القناة بتاعتي. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وايه اللي وصل له الذكاء الاصطناعي. الاول رجي القناة، فانا عبد الله رشدي، بحب اعمل فيديوهات سفر، وفي نفس الوقت انا مهندس، فبحب ادخل في الحاجات اللي ليها علاقة بالهندسة والتكنولوجيا. فبالنقطة التانية بحب اعمل فيديوهات ليها علاقة بالهندسة والتكنولوجيا، وفيديو النهاردة ان شاء الله حابب اكلمكم عن الذكاء الاصطناعي وايه اللي وصل له الذكاء الاصطناعي. لان في الايام الاخيرة شركة اوبن اي اي اللي هي عاملة تشات جي بي تي عملوا اصدار جديد اسمه جي بي تي 4 او، وده تحديث للتشات جي بي تي اللي احنا كلنا سمعنا عنه اكيد. كان الاصدار الاخير اللي هو 3.5، وده كان مجاني، وبعدين عملوا اصدار تاني كان مدفوع اللي هو كان جي بي تي 4. اخر اصدار اتعمل هو جي بي تي 4 او، وده حاليا مجاني. فكل الحاجات اللي هنتكلم عليها في فيديو النهارده هي متاحه لاي حد يقدر يستخدمها. اللي هتشوفه في فيديو النهارده هو مشوق جدا، ولكن في نفس الوقت هو مرعب جدا. فعشان ما اخدش من وقتكم كتير، يلا بينا نبدا بالفيديو بعد الانترو. اهلا بكم مره تانية. اول حاجه حابب اتكلم عليها في الاصدار الجديد بتاع جي بي تي 4 او ان الاصوات اللي فيه بقت واقعيه جدا. واقعيه جدا هنا مش بس مجرد ان الصوت مش صوت روبوت، ولكن واقعيه جدا ان كمان الصوت تحس ان فيه احساس. يعني واحنا بنتعامل مع الموديل هنحس ان احنا فعلا بنكلم بني ادم حقيقي. الموديل لما مثلا بنهزر معاه بيضحك، لو قلنا حاجه فعلا فيها صدمه الموديل بيتفاجئ. غير كده الرد كمان بقى اسرع، فكمان الموديل ما بياخدش وقت طويل عشان يرد عليك، وسرعه الاستجابه والرد بقت زيها زي اما بتتعامل مع انسان طبيعي. Hi Alex and Miana, nice to meet you both. How's it going? الحاجة الثانية اللي حابب اتكلم عليها وهي موضوع الترجمة. دلوقتي نقدر نستخدم تشات جي بي تي كمترجم فوري. يعني دور المترجم اللي هو كوظيفة واحد بيشتغل كمترجم، تشات جي بي تي دلوقتي يقدر يعمل الوظيفة ديت. يا من على تليفونه. حدش كلمه والنبي الله يخليكم. فمثلا من الفيديوهات اللي نشرتها شركة اوبن اي اي، كان واحد بيتكلم انجليزي بيتعامل مع واحد بيتكلم اسباني، فطلب من الموديل انه يترجم للشخص اللي بيتكلم اسباني يترجم له للانجليزي، والعكس انه يترجم للشخص اللي بيتكلم انجليزي يترجم له الكلام اللي بيقوله الشخص اللي بيتكلم اسباني. وزي ما تشوف هنا في الفيديو فالترجمة كانت فورية. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. وده اللي يخلينا نحس فعلا ان في شخص ثالث موجود وسطهم بيترجم لهم الكلام اللي بيقولوه. تالت حاجة ممكن نتكلم عليها ان تشات جي بي تي احنا كنا عارفين ان ممكن نديله اسئلة وهو يرد عليها اجابات نموذجية. اللي اتطور هنا ان كمان بموضوع الصوت بقى كأن تشات جي بي تي ممكن يحل محل المدرس. نقدر نديله سؤال ونقدر نخليه يشرح لنا واحنا بنتكلم معاه وبنتعامل معاه، وده برضه نقدر نشوفه في الفيديو اللي نشروه شركة اوبن اي اي. وكان في الفيديو الاب بيطلب من برنامج تشات جي بي تي انه يشرح لابنه ازاي يحل مسألة رياضيات من غير ما يديله الاجابة، وهنا تشات جي بي تي كان ليه اكسس على الكاميرا بتاعة الموبايل، فالموديل كان عنده قابلية انه يشوف الطالب بيعمل ايه وبيكتب ايه على الورقة. فعلا هنا الموضوع خيال، لان افتكر والدي ربنا يبارك له لما كان يجي يشرح لنا مساله رياضيات وما بنعرفش نحلها كان بيتعصب بعد تاني غلطه ولا تالت غلطه، وكان بيديني انا واخواتي باللي في ايده. وهنا لما بنتكلم عن موديل تشات جي بي تي، وزي ما تشوفوا كده في الفيديو لما الولد بيغلط الموديل بيشجعه عشان يكمل حل. Looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. نيجي لحاجة رابعة وهي ان دلوقتي الموديل يقدر يألف اغاني. احنا كمان ممكن نطلب للموديل ان احنا واحنا بنتكلم معاه فرده دايما يكون وهو بيغني مثلا، وهنا الموضوع صادم لان احنا هنا بنتكلم عن حاجه فيها فن، ان ازاي يستخدم كلمات تركب على بعض في الجمله، وانه ازاي يعمل من الجمل ديت اغنيه. ومره تانية احنا هنا بنتكلم ان الحاجات دي كلها بتحصل فوري، الموديل ما بياخدش اكتر من شويه ثواني عشان يرد علينا باللي احنا عايزينه. That was not really singing. Do the singing voice again please. In a room where modern lights peak. Surprise guests with a playful streak. Bunny ears and laughter, a swift retreat. A moment of joy and the stylish sweet. ربنا يخليه. حاجة خمسة كمان وهي فنية برضو، وهو ان الموديل كمان نقدر نخليه يحكي قصص. فمثلا برضو فيديو ظريف نشروه شركة اوبن اي اي، ففي فيديو كان واحد بيحكي للموديل بيقول ان صاحبه ما بيعرفش ينام، فهو كان عايز الموديل يحكي قصة لصاحبه بعنوان روبوتات والحب.
والموديل بدأ يحكي القصة لصاحبه، وبعدين الشخص وقف الموديل وقال للموديل انه عايز صوت الموديل يكون دراماتيكي اكتر، فعايزكم تسمعوا صوت الموديل كان عامل ازاي. Vibe was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Bite. No, 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 ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Bite. فعليا شغل جبار. واخر اضافة وهي بالنسبة لي هي اكتر حاجة عظيمة في الموضوع ده، وهي لما بندخل الكاميرا في الموضوع. الموديل يا جماعة دلوقتي بقى يستخدم الكاميرا عشان يعرف ايه اللي شايفه حواليه، وهنا يا جماعة مرة تانية العظمة فين، ان الموضوع ده بيحصل فوري. الموديل مش بياخد وقت عشان يفكر ايه اللي شايفه، لا ده كأنه بني ادم طبيعي بيشوف على طول وبيعرف ايه الحاجة اللي هو شايفها. فمن الفيديوهات اللي كانت منشورة ان مثلا الموديل دلوقتي يقدر واحد كفيف يستخدمه هو ماشي في الشارع عشان يعرف ايه الحاجات اللي حواليه. فكان الشخص مشغل الكاميرا وتشات جي بي تي عمال يحكي له ايه الحاجات اللي حواليه، وكان الشخص ده بيقول للموديل ان هو عايز يوقف تاكسي، فالموديل بدا يشرح يقول له امشي كام خطوه وبعدين مثلا في تاكسي جاي فارفع ايدك دلوقتي، وبعدين قال له ان التاكسي واقف على شمالك فروح اركب التاكسي. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there. وفيديو تاني كان فيه اتنين بيلعبوا حجرة ورق مقص، والموديل كان بيحكم لهم. برضو الكاميرا كانت شغالة والموديل بيشوف اللي بيحصل وكان بيعلق. الموديل كان بيعلق كأنهم في مسابقة. And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo Alex and Miana. Right. Third time's a charm. Here we go. 3, 2, 1, shoot. Let's see those picks. Who won? And we have a winner. Miana's scissors cut through Alex's paper. Great game, you two. Pretty cool. وزي ما قلت لكم انا اكتر حاجه عجباني في الموضوع هو موضوع الكاميرا وان ازاي الموديل بيستخدم الحاجه اللي هو شايفها. فخلونا مع بعض دلوقتي نعمل تجربه هنا عندي في البيت. انا راح من دلوقتي واحنا قاعدين هشغل الكاميرا وهاخد صوره للمنظر اللي ورايا هنا ونخلي الموديل يشرح لنا ايه اللي هو شايفه. اخدت صوره للخلفيه اللي موجوده ورايا وخلينا نشوف الموديل هيقدر يشرح لنا ايه اللي موجود ولا لا. طبعا نقدر نعمل الموضوع ده بالكتابه وفي نفس الوقت ممكن نشغل الصوت، فانا هشغل الصوت عشان تشوفوا صوته هيبقى عامل ازاي. اشرح لي انت شايف ايه في الصوره اللي انا بعتها لك. انا دلوقتي كلمته باللغه العربيه وباللهجه المصريه، هنشوف الرد بتاعه هيكون باللغه العربيه ولا لا، وكمان هنشوف اللهجه بتاعته تكون مصريه ولا لهجه ثانيه. في الصوره شايف مكتب مرتب عليه شاشتين ولابتوب وكلهم موصلين مع بعض. فوق المكتب في صور مناظر طبيعيه كتير بتدي احساس بالهدوء والالهام. الشاشة اللي في النص بتعرض منظر طبيعي جميل للبحر والجبل، والشاشة الثانية مفتوح عليها حساب انستغرام. اللابتوب اللي على اليمين مفتوح عليه يوتيوب. دي على يوتيوب. الأدوات على المكتب مرتبة بشكل منظم وكل حاجة في مكانها. اشرح لي شايف ايه بالظبط في الصور، الصور اللي فوق المكتب، ايه اللي انت شايفه في الصور؟ في الصور اللي فوق المكتب شايف مجموعة كبيرة من الصور لمناظر طبيعية وأماكن سياحية متنوعة. فيها صور لجبال، بحيرات، غابات وأماكن تاريخية. في كمان صورة للكعبة في مكة وصورة لأهرامات الجيزة في مصر. في صور لمدن أوروبية ومشاهد من الطبيعة زي الوديان والأنهار. في صورة لقطة بنية لونها في وسط الصور، وصور تانية لمناظر غروب الشمس ومناظر خضراء. الصور متعلقة بشكل عشوائي ومنسق على الحيطة، وابتدي احساس بالجمال والتنوع. انتوا يا جماعه متخيلين هو عمل ايه؟ الصور اللي انتوا شايفينها ورا دي في صوره اهرامات الجيزه وفي صوره مكه فوق وفي صوره القطه اللي هنا. انا مش متخيل اللي حصل ده يا جماعه. وزي ما انتوا شايفين يا جماعه دي بالظبط الصوره اللي انا نشرتها. عرف من الصوره يشوف الحاجات اللي موجوده في الشاشه اللي ورايا اللي هي منظر طبيعي وكمان قناه اليوتيوب بتاعتي اللي شغاله وقناة الانستجرام اللي موجودة على الشاشة الأخيرة. زي ما انتم شايفين الموديل اتكلم بالعربي وباللهجة المصرية. اللهجة أو اللغة بتاعته ما كانتش حلوة قوي ولكن نقدر نفهم منها طبعا. الموضوع بالإنجليزي هيكون أفضل بكتير لأن كل التجارب اللي شفناها كانت بالإنجليزي،
وكمان لو عملناها باللغة العربية الفصحى هيكون أفضل بكتير من إن احنا نركز على اللهجة المصرية. اللي انتوا شفتوه يا جماعة في الفيديو بتاع النهاردة ده جزء صغير من اللي وصل له الذكاء الاصطناعي. الموديل الجديد اتطور بشكل رهيب، واحنا كل ده بنتكلم مثلا في سنتين، والذكاء الاصطناعي بيتطور بشكل مش طبيعي وسريع جدا. فزي ما قلت لكم في أول الفيديو، الموضوع مشوق جدا ولكن في نفس الوقت مرعب جدا. بس يا جماعة وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة عن كلامنا عن الذكاء الاصطناعي. أتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، أو ممكن يكلمني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن تحت الفيديو برضه. واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.